أقف أمامكم وكل فخر واعتزاز لأتذكر أياما كنت مع أخواني أعضاء المجالس الإدارة التي عملت بها، وكانت الانتخابات التي مرت في ذاك الوقت كانت هذه القائمة تتصدر القوائم بمنافسة رياضية شريفة، وكانت الأرقام التي حصلت عليها هذه القائمة قائمة المعلمين أعلى من ما توقع الجميع، سواء كان في المسؤولين في وزارة التربية أو القوائم الثانية هي التي كانت تتنافس على هذا المركز. وكانت الأرقام التي كنا نحصل عليها سواء كان للرئاسة أو أعضاء مجلس الإدارة كان الفرق أثناء الانتخابات يحصل الرئيس على المنافسين معه 1700 صوت فرق بين رئيس قائمة المعلمين وباقي القوائم. فكان وزير التربية الله يرحمه النوري قال هذا وين جبتوا لنا هالرقم هذا؟ احنا نزلنا فلان وفلان على ان نزيح هذه القائمة واحنا نتصدر إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ولكن بروح والتعاون والاحترام المتبادل التي يتحلى بها عضو جمعية المعلمين تحت قائمة المعلمين، فلي كل الشكر والتقدير. إن أتمنى لهذه القائمة أن تستمر إلى أجيال قادمة، والتاريخ يسجل لهم بكل ما لديهم من عمل صالح لهذا الوطن العزيز.